كلمة يعني وراءها أمر يخفى على المواطن ويخفى على البلد. فبالتالي مسألة أنه والله الأراضي مبغالية هذا كذبة ثانية. الثالثة الوهم الثالث اللي احنا عايشينه اللي تقول لك الحكومة لا تتدخل في العقار. هي متى تدخلت؟ الآن لما تقول أبو محمد أن وزارة العدل جايب العيد في الصكوك هذه تدخلت ولا تأخرت؟ قصرت. أحب لما نقول وزارة الإسكان عندها استراتيجية الإسكان وفيها زي ما قال الأخ خالد اللي هو الرسوم والغرامات والوعود اللي طلعها وزير الإسكان قبل سنة وما شفنا منها إلا ضعوي حتى الحين وين هي؟ هل هذا تدخل ولا تأخر؟ تأخر. وزارة المالية، مؤسسة النقد، الرهن العقاري، هل هذا تدخل أم تأخر؟ احنا ما شفنا تدخل حكومي، بالعكس احنا انفلتنا رمونا في عصارات الهوامير. المواطن الآن في عصارة الهوامير يلعب فين يلعب، والآلة الإعلامية شغالة في جميع الصحف، محررين الصحف العقارية من أكثر من ارتكب التزوير والكذب على المواطن الصحف العقارية والصفحات العقارية. فلا نجي نتكلم ونقول والله عندنا شح أراضي وهذا الأراضي زي ما قال الأخ خالد نسبها إلى مجلة تطوير الرياض إنها 60-70%. وأنا دخلت وزارة الإسكان قعدت مع وزير الإسكان أكثر من 3 ساعات وراني أشياء، قلت له ليش هذه ما تطلع؟ من ضمنها موضوع فرض الغرامات على الأراضي وفرض الرسوم وإن البيانات والأسعار ليش ما تبنى؟ ليش ما تطلع؟ ليش ما أصلاً جزء من الأزمة اللي عندنا اللي هو تفاوت المعلومات. الهامور وصاحب العقار يملك معلومات حق 3-4 سنوات وش القرارات اللي بتطلع، والمواطن هذا حق 40 سنة ما يدري ايش صار. وبعدين نجي نقول في عندنا 3 كذبات يجب أن نتجاوزها. الغلاء موجود، ومن ينكر هذا الشيء أنا أطلبه ناظر في أي مكان، في مسجد، في ملعب، في قناة، في اللي يبي. 2، مسألة أنه شح أراضي هذه كذبة ثانية. في تشحيح أراضي، الأراضي تخرج من أملاك الدولة إلى أسماء معدودة بالفرازة، وبعدين تطلع من أسماء الفرازة إلى العقاريين الهوامير الكبار اللي يملكون المليارات، وثرواتهم صنعت من هذا الشيء، ولم ينتجون ولم يصنعون ولم يوظفون ولم يفعلون شيء للبلد، لا دفعوا زكاتهم ولا ضرائبهم ولا شيء، وبالعكس يعني قد ما تقدر تمصمص. وبالتالي ندخل في الدائرة الرابعة اللي طلعت مؤخراً اللي هي دائرة الموظفين والجروبات اللي سوت الجروبات المضاربة. تشتري أرض زي ما قال الأخ فهد، يشتريها ليش أبيعها إذا كانت الأرض بتجيب لي أعلى من المنتج اللي بأنتجه على الأرض؟ فبالتالي هالأربع الأمور دي أعتقد أنها تصنع تشحيح أراضي. النقطة الأخيرة أنه ليش الدولة أو الحكومة ما تدخلت لا تتدخل، يعني ثبت شرعا أنها ما تدخلت، بالعكس مقصرة ومتأخرة. وهذه شوف وزارة العدل متأخرة عن قضايا لها 40 سنة، وهذه وزارة الإسكان قاعدة ترمي صواريخها في مواقع ثانية، وهذه البنوك قاعدة تلعب فينا، ومؤسسة النقد ما بيدها شيء وهي تخضع إلى أنظمة أخرى. بالتالي مسألة المواطن هو الضحية، وأنا طبعا أنا أتكلم باسم المواطن لأني أنا مواطن، أنا لا أملك أرض زيكم ولا أملك ولا أنا من حقين المليارات ولا أملك بيت، ومن حقي أفضح وأتكلم بكل ما أعاني منه باسم 20 مليون. بالتالي لا يعني أي واحد من العقاريين الموجودين هنا واللي بيوصلهم العلم عن طريق هاشتاغ خليجي من يتحدى في هذه النقاط الأربع الله يحييه في أي قناة